المحاسبة الإدارية الفرقة الثالثة الفصل الدراسي الثاني. هنتكلم عن الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الإدارية، ومن ضمنها أحد الأساليب الحديثة مثل أسلوب التكاليف المستهدفة. نقدر نعرف أسلوب التكاليف المستهدفة إن هو أحد الأساليب لإدارة التكلفة اللي بتهدف إلى خفض التكاليف وتعظيم القيمة. هي بتهدف إلى خفض التكلفة وتعظيم القيمة عن طريق إنها بتعتمد على أسعار التسعير بما تتناسب السعر ده مع السعر اللي موجود للمنافس. بمعنى لو أنا عندي سعر معين للمنتج بتاعي، سعر بيع للمنتج ده، والمنافس بيبيع بسعر أقل مع الحفاظ على نفس الجودة، فأنا هسعى إلى إن المنتج بتاعي يبقى سعره يتناسب مع أسعار المنافسين. عشان كده التكاليف المستهدفة دي التكلفة اللي أنا عاوز أوصل لها، وعاوز أخفض تكلفتي لهدف معين إن أنا أوصل لحد معين يساعدني على الاستمرارية والبقاء والنمو في بيئة الأعمال وفي سوق الأعمال اللي أنا بشتغل فيه. طيب، هو استخدامي لأسلوب التكاليف المستهدفة ليه بعض المزايا؟ أسلوب التكاليف المستهدفة بيساعدني على تحقيق ميزة معينة، اللي هو إن أنا بحاول أحسن الموقف التنافسي بتاعي. أنا بخفض التكلفة بتاعتنا، بنحاول ندرس الكلام ده في بداية تخطيطي لعملية الإنتاج. يعني تطبيق أسلوب التكاليف المستهدفة بيساعد على تحسين الموقف التنافسي للمنشأة بتاعتنا لما أنا بسعى إلى خفض التكلفة بتاعتي، وإن أنا أفضل محسن الجودة بتاعتي وأقدم المنتج في الوقت المناسب اللي بيحتاجه العميل. دراسة التكاليف المستهدفة دهيت يفضل طبعا إنها تتم في الفترة الأولى من بداية التخطيط للإنتاج للمشروع أو للمنتج، عشان تقدر توصل للتكلفة دهيت وإنت شغال، تبقى إنت عامل لها تخطيط في بداية المشروع. النظرة الاستراتيجية للتكاليف المستهدفة بتعتمد على دراسة 3 عناصر أساسية. نمرة 1، دراسة عنصر اسمه السوق والمنافس. نمرة 2، دراسة أداء المنافسين. نمرة 3، إن أنا بحاول أعمل توازن بين الأرباح واحتياجات العميل. يبقى النظرة الاستراتيجية للتكاليف المستهدفة بتسعى لدراسة 3 عناصر أساسية. نمرة 1، دراسة السوق وما هو اهتمامات العملاء والمواصفات والخصائص اللي محتاجينها في المنتج أو الخدمة اللي احنا بنقدمها. نمرة 2، دراسة أداء المنافس عشان أقدر أقدر التكاليف بتاعتي والأرباح بتاعتي وسعر البيع بتاع المنشأة بتاعتي لا تتخطى السعر اللي موجود للمنافسين في السوق. نمرة 3، أعمل عملية توازن ودراسة للتوازن بين احتياجات العملاء والأرباح اللي أنا عاوزها في المنشأة. طيب، مراحل تطبيق أسلوب التكاليف المستهدفة. إحنا الفكرة بتاعت أسلوب التكاليف المستهدفة إن أنا لو عندي منتج ما بنتجه في شركتي، والشركة بتاعتي بتسعى إلى تحقيق سعر بيع يتناسب مع المنافس، لأن المنافس ممكن يكون بيبيع منتجه بسعر أقل من المنتج بتاعي، فأنا عاوز أوصل للمنتج بتاعي لسعر يتناسب مع المنافس، وبالتبعية لازم أسعى إلى تخفيض التكاليف بتاعتي. وخفض التكلفة ده هيتم على طريق أكتر من أسلوب أو أكتر من مرحلة. من ضمن المراحل دهيت نمرة 1، مرحلة تحديد سعر البيع في السوق. بحدد السعر وفقا لأسعار المنافسين من خلال عمل دراسات تحليلية للسوق والمنافسين والمنتجات واحتياجات العملاء ومواصفات المنتج. يعني بعمل دراسة كاملة للسوق، للمنافس، للمنتجات اللي موجودة، لاحتياجات العملاء، للمواصفات الخاصة بالمنتجات. لما بنجمع المعلومات دهيت عن العملاء وعن المنتجات المطروحة في السوق، بعمل شبه تصميم مبدئي للمنتج، أشوف في مدى رضا العميل عن التصميم ده، وهل هو محتاج تعديلات معينة ولا لأ. بالإضافة طبعا لازم نعمل دراسة للمنتجات اللي بينتجها المنافس في السوق، وهي أسعار البيع اللي بيبيع فيها المنافسين لنفس المنتج. دي تعتبر المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية بتعتمد على مرحلة تحديد الأرباح المستهدفة، يعني بعمل دراسة لمعدل العائد على المبيعات المتوقعة للمنشأة، بعمل دراسة على معدل العائد على المبيعات المتوقعة للمنشأة خلال الفترة اللي احنا بنشتغل عليها. في المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الثالثة بندرس حاجة اسمها مرحلة تحديد التكاليف المستهدفة، والتكلفة ده هي مش هنقدر نوصل لها إلا بعد ما نوصل لنمرة واحد، إن احنا نحدد سعر البيع التنافسي، ونمرة اتنين نحدد الأرباح اللي بتسعى إليها وبتستهدفها المنشأة. بعد كده أقدر أحسب التكاليف المستهدفة اللي احنا نقدر نسميها القيمة الواجب على المنشأة عدم تخطيها، يعني ما تعديهاش عند حساب تكلفة المنتج. ليه طيب ما تعديش التكلفة لتكلفة معينة؟ عشان تفضل محافظة على مركزها واستمراريتها وبقائها في دنيا الأعمال. طب لما نحب نطبق الكلام ده في صورة عملية، يعني بمعنى إن احنا نرقام مسألة معينة نشوف فيها إزاي بنحسب التكاليف المستهدفة وإيه هو طريقة الحساب اللي احنا المفروض نشتغل عليه. ناخد مسألة رقم واحد على الكلام ده. توفرت البيانات الآتية في إحدى المنشآت: سعر البيع التنافسي والمستهدف كان 50 جنيه لكل واحد، ومعدل العائد على المبيعات اللي هو بيطلق عليه معدل الربح المستهدف، يعني معدل العائد على المبيعات ممكن نسميه معدل الأرباح المستهدفة، كان نسبته 20%، والمطلوب حساب التكاليف المستهدفة للوحدة الواحدة. يعني بيانات المسألة دي بيانات مبسطة جدا، بس بتفهمني فكرة ازاي ان انا احسب يعني ايه تكاليف مستهدفة. واضح من البيانات بتاعت المسألة انه متوافر فيها بيانين: البيان الاول سعر البيع التنافسي والمستهدف 50 جنيه لكل واحدة من وحدات المنتج، ومعدل العائد على المبيعات او الارباح 20%. سعر البيع التنافسي يعني معناها ان ده السعر اللي موجود في السوق عند المنافسين الاخرين بيبيعوا المنتج ده ب50 جنيه، فانا شركتي لازم ما تتخطاش السعر اللي هو 50 جنيه ده عشان تفضل محافظة على استمراريتها في دنيا الاعمال. طيب عشان نوصل لسعر البيع التنافسي اللي موجود ده لازم ادرس بقى انا عاوز احقق ارباح قد ايه، وبالتبعية التكاليف بتاعتي مفروض لا تتخطى رقم معين. هندرسها ازاي؟ نحسب الاول طريقة الحل بقى. نحسب الاول حاجة اسمها العائد على المبيعات اللي هو الارباح المستهدفة، هو مديني في المسألة المعدل بنسبة معينة، نسبة مئوية 20%. طيب لما انا اعرف ان الربح اللي انا عاوز اوصل له بنسبة 20% وسعر البيع يعادل 50 جنيه، لو ضربنا سعر البيع المستهدف في معدل العائد على المبيعات اللي هو 50 جنيه في 20%، هيطلع الناتج 10 جنيه لكل واحدة. 10 جنيه لوحدة كل واحدة ده هي نقدر نسميها العائد على المبيعات أو الأرباح المستهدفة اللي بتسعى الشركة لتحقيقها. يبقى المنتج اللي في السوق اللي بيتباع بسعر بيع تنافسي يساوي 50 جنيه، ده معطى في المسألة. انت حسبت الارباح اللي عاوز تحققها من بيعك للمنتج ده، حسبت الارباح ده هي طلعت 10 جنيه كل واحدة. يبقى عندنا رقمين دلوقتي واضحين قدامنا، ان السعر اللي موجود في السوق 50 جنيه، وان الربح اللي انا عاوز اوصل له 10 جنيه لكل منتج. يبقى انا اقدر احدد التكلفة المستهدفة اللي انا عاوز اوصلها، اللي انا عاوز ما تخطهاش وانا بشتغل في عملية الانتاج، عن طريق طرح الأرباح المستهدفة من سعر البيع المستهدف، يعني التكاليف المستهدفة بالمعادلة كده تساوي سعر البيع المستهدف ناقص الأرباح المستهدف. سعر البيع المستهدف ده كان معطى في المسألة ب50 جنيه لكل واحدة، الأرباح المستهدفة دي احنا لسه حاسبينها في الخطوة السابقة طلعت 10 جنيه لكل واحدة. لما اطرح 50 ناقص 10 يساوي الناتج 40 جنيه لكل واحدة، يعني معناها ان التكلفة المستهدفة اللي الشركة بتسعى للوصول اليها، لو كانت تكلفتها اكتر من كده بتحاول تخفضها، هي عاوزة توصل لتكلفة لا تتعدى ال 40 جنيه للحفاظ على بقائها ونموها واستمراريتها في سوق الاعمال. طب لو افترضنا مثلا على سبيل المثال ان احدى الشركات عرفت الرقم بتاع التكلفة المستهدفة بتاعتها، ولقت ان تكلفتها الفعلية لانتاج المنتج ده اعلى او اكبر من الرقم بتاع التكلفة المستهدفة،
فهي عاوزة أكيد تخفض التكلفة بتاعتها الفعلية لرقم التكلفة المستهدفة اللي هي هتحسبه بالطريقة السابقة ده. طب ناخد مسألة نشوف فيها إزاي لو التكلفة الفعلية طلعت أكبر من التكلفة المستهدفة، الشركة عاوزة تخفض التكاليف بتاعتها بقد إيه، وإيه هي بعد كده الأساليب اللي ممكن تستخدمها. ناخد مسألة مثال رقم 2. توفرت البيانات الآتية في إحدى المنشآت: سعر البيع التنافسي والمستهدف 100 جنيه لكل واحد، يعني معناها إن ده السعر اللي أنا عاوز أحققه زي المنافس اللي موجود في السوق. نمرة 2 من بيانات المسألة: معدل العائد على المبيعات اللي هو معدل الربح المستهدف بنسبة 20%. بنسبة 20% يعني أنا عاوز أحقق أرباح تعادل 20% من سعر البيع التنافسي، والكلام ده طبعا لكل وحدة. نمرة 3 من ضمن بيانات المسألة إن عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال الفترة 2000 وحدة، وإجمالي التكاليف الحقيقية والفعلية اللي حصلت كانت تساوي 190,000 جنيه. ده إجمالي التكاليف للوحدات اللي تم بيعها فعلا اللي هي 2000 وحدة كلها. المطلوب إن إحنا طبعا نحسب التكلفة المستهدفة، نحسب الفجوة التكاليفية، وهنعرف يعني إيه فجوة تكاليفية، وبعد ما نحسب الفجوة التكاليفية نحسب حاجة اسمها نسبة تخفيض التكاليف. يعني عاوزين نشوف دلوقتي هل التكلفة بتاعتنا اللي هي موجودة في المسألة اللي معطاة قدامنا اللي هي 190,000 جنيه، دي تكلفة فعلية حصلت. هل التكلفة الفعلية ده هي مناسبة للتكاليف وتتناسب مع التكاليف المستهدفة اللي احنا هنحسبها ولا غير متناسبة؟ ولو مش متناسبة معاها يعني في اختلاف ما بينهم، يبقى هتظهر حاجة اسمها فجوة تكاليفية. فجوة يعني اختلاف بين رقمين، وهنحسب احنا عاوزين نخفض التكلفة بتاعتنا بقد ايه اذا كانت التكاليف الفعلية اكبر من التكاليف المستهدفة. نشوف طريقة الحل كده. الخطوة الاولى عاوزين نحسب العائد على المبيعات اللي هو الأرباح المستهدف. عاوزين نحسب حاجة اسمها العائد على المبيعات اللي هي الأرباح المستهدف. في المسألة اللي فاتت عرفنا إن العائد على المبيعات أو الأرباح المستهدفة بيتحسب عن طريق إن أنا بضرب سعر البيع المستهدف في معدل العائد على المبيعات. سعر البيع المستهدف ده معطى في المسألة، لو رجعت المسألة هتلاقيه معطى عندك ب100 جنيه، ومعدل العائد على المبيعات برضه هتلاقيه معطى في المسألة كان بنسبة 20%. يبقى أنا بمجرد ما أضرب ال100 جنيه سعر البيع المستهدف في ال20% معدل العائد على المبيعات يطلع الناتج 20 جنيه لكل وحدة، هنسميها الأرباح المستهدفة، يعني ده الربح اللي أنا عاوز أحققه. طيب النمرة 2، لو عاوزين نحسب بقى التكاليف المستهدفة، طالما أنا شغال للوحدة الواحدة مش للمنتجات كلها، هفضل أشتغل للوحدة الواحدة دلوقتي. التكلفة المستهدفة للوحدة الواحدة هتتحسب إزاي؟ سعر البيع اللي أنا بستهدفه ناقص الأرباح المستهدف. سعر البيع المستهدف ده كان معطى في المسألة، لو رجعت البيانات المسألة هتلاقي إن سعر البيع المستهدف كان أول بيان في المسألة ب100 جنيه للوحدة الواحدة، والأرباح المستهدفة هتلاقينا لسه حاسبينها حالا في الخطوة نمرة 1 في الحل، وصلنا لها ب20 جنيه، يعني معناها إن التكلفة المستهدفة للوحدة هي حاصل طرح 100 ناقص 20 يساوي 80 جنيه للوحدة الواحدة، يعني طرحت الأرباح المستهدفة من سعر البيع المستهدف 100 ناقص 20. 100 ده هي كانت موجودة في بيانات المسألة، وال20 لسه حاسبينها في الخطوة الأولى من الحل. يبقى التكلفة المستهدفة اللي الشركة بتسعى إلى تحقيقها للوحدة الواحدة 80 جنيه لكل واحد. طب لما هو مديلي في المسألة إن عدد الوحدات المباعة يعني اللي تم بيعها كانت 2000 وحدة، يعني لو رجعنا لبيانات المسألة هنلاقي إن عدد الوحدات المباعة 2000 وحدة. طيب لما احب احسب التكلفة المستهدفة اللي احنا حسبناها دلوقتي في الخطوة 2، بس انا عاوز احسبها بصورة اجمالية يعني مش للوحدة الواحدة، يعني عاوزين نحسب اجمالي التكاليف المستهدفة للوحدات كلها. هنحسبها ازاي؟ عن طريق ان انا اضرب التكلفة المستهدفة للوحدة الواحدة اللي انا لسه حاسبها حالا في الخطوة الثانية اللي طلعت ب 80 جنيه لكل وحدة، هضربها في عدد الوحدات اللي انا ببيعها اللي هي ال 2000 وحدة مباعة.
ودي معطاة في بيانات المسألة. لما نضرب 80 في 2000 وحدة المباعة يطلع إن إجمالي التكاليف اللي بتستهدفها الشركة لو هي بتخطط للموضوع ده كان هيبقى 160,000 جنيه. يبقى إجمالي التكاليف المستهدفة لعدد الوحدات كلها يساوي 160,000 جنيه. طب لو رجعنا لبيانات المسألة هنلاقي إن في بيان في آخر المسألة كان اسمه التكاليف الحقيقية والفعلية. التكاليف الحقيقية والفعلية كانت محطوطة في المسألة بياناتها معطاة في المسألة ب190,000 جنيه. طب احنا لسه حاسبين حالا إن التكاليف المستهدفة الإجمالية كانت ب160,000 جنيه. الفرق بين الرقمين دول اللي هي التكلفة المستهدفة المحسوبة اللي احنا لسه حاسبينها ب160 و160 ألف والتكاليف الفعلية اللي معطاة في المسألة ب190 ألف بيمثل لي الاختلاف أو الفجوة التكاليفية. عشان كده الفجوة التكاليفية بتتحسب إزاي؟ إن أنا أقول إنها التكلفة الفعلية ناقص التكلفة المستهدفة، يعني هطرح 160,000 من 190,000، يعني الناتج بتاعي هيبقى ب30,000 جنيه، يمثل فجوة تكاليفية. يبقى مرة تانية الفجوة التكاليفية ليها معادلة، هي التكلفة الفعلية ناقص التكلفة المستهدفة، 190,000 معطاة في المسألة ناقص 160,000، ده رقم احنا لسه حاسبينه في الخطوة الثالثة من الحل اللي هي التكلفة المستهدفة، إجمالي التكلفة المستهدفة. الفرق بين 190,000 و160,000 يطلع الناتج 30,000 جنيه، يمثل حاجة اسمها الفجوة التكاليفية. نلاحظ من الفجوة التكاليفية دي إن التكلفة الفعلية اللي حصلت في المنشأة أعلى من التكاليف اللي كانت بتستهدفها الشركة، يعني الفجوة التكاليفية أظهرت رقم موجب ب30,000 نظرا لارتفاع التكلفة الفعلية عن التكاليف المستهدفة اللي بتخطط لها الشركة. طبعا أي شركة هتحاول إن هي تخفض من التكلفة الفعلية بتاعتها بالرقم اللي هو حصل بيه الفجوة دهيت عشان توصل إلى رقم التكاليف المستهدفة. طب طريقة التخفيض أو هي هتحاول تخفض قد إيه؟ هي هتحاول تخفض 30,000 جنيه. في المسألة كان مطلوب إن أنا أحسب نسبة تخفيض التكلفة، يبقى النسبة دي هتتحسب إمتى؟ هتتحسب لما يظهر إن التكلفة الفعلية أكبر من التكلفة المستهدفة. يعني لو التكلفة المستهدفة طلعت هي اللي أكبر من التكلفة الفعلية يبقى مفيش نسبة تخفيض للتكاليف ولا حاجة، يبقى تخفيض التكاليف الفعلية إن أنا أخفضها في حالة واحدة بس، لو التكلفة الفعلية كانت أكبر من التكاليف المستهدفة. عاوزين نخفضها بقد إيه؟ ب30,000 جنيه اللي إحنا لسه حاسبينها. يبقى نسبة التخفيض دي هتتحسب إزاي؟ هقسم رقمين على بعض، الفجوة التكاليفية اللي إحنا لسه حاسبينها ب30,000 جنيه في الخطوة اللي فاتت، على هقسمها على التكلفة الفعلية اللي هي معطاة في المسألة ب190,000، وبما إنها نسبة مئوية عشان أنا هحسب نسبة التخفيض يبقى هضرب في 100، يبقى الناتج هيتحسب 30,000 على 190,000 في 100، يطلع النسبة المئوية 15.8%. يبقى تسعى الشركة إنها تخفض التكلفة بتاعتها إلى تخفض التكلفة بتاعتها بنسبة 15.8%، يعني تخفض التكلفة بتاعتها من 190,000 اللي هي التكلفة الفعلية إلى 160,000 اللي هي التكاليف المستهدفة. وعملية التخفيض ده هي بيبقى ليها أساليب متعددة اللي هي بنحاول ندرس فيها مواصفات المنتج، احتياجات العملاء إيه من المنتجات، إيه هي الخصائص اللي عاوزها العميل في المنتج، هل العميل راضي عن الخصائص دهيت والمواصفات دهيت ولا محتاج لتعديلها؟ بندرس حاجة اسمها مؤشرات القيمة، هل المنتج ده محتاج لخفض تكلفة؟ هل المنتج ده محتاج لتحسين وتطوير؟ هل نقدر نعمل عملية التخفيض؟ طب لو أنا خفضت التكلفة هخفض تكلفة المنتج ككل، يبقى هدرس كل جزء على حدة، ليها أساليب متعددة وكثيرة. إحنا يهمنا كجزء محاسبي في المحاسبة الإدارية إن إحنا نوصل لك فكرة إزاي نحسب التكاليف المستهدفة، ولو التكلفة الفعلية أكبر من التكلفة المستهدفة يعني في اختلاف وفي فجوة، يبقى إحنا عاوزين نخفض التكاليف الفعلية لتصل إلى التكلفة المستهدفة، وبالتالي أنا هقدر أحافظ على سعر البيع بتاعي يفضل زي المنافس، يبقى هقدر أحافظ على الهدف الرئيسي اللي هو النمو والبقاء والاستمرارية في دنيا الأعمال. نقدر نطبق
الكلام ده في حالات تمارين متعددة، عندنا مثلا حالة تطبيقية ممكن نحلها لوحدنا، تمرين رقم واحد توفرت معلومات في إحدى المنشآت عن سعر بيع مستهدف 18 جنيه لكل وحدة، معدل العائد المتوقع المبيعات اللي احنا كنا بنسميه الأرباح المستهدفة 20%، وعدد الوحدات المباعة كانت 15,000 وحدة، وإجمالي التكاليف الفعلية اللي حصلت فعلا كانت ب 240,000 جنيه، والمطلوب في المسألة ده هي حساب التكاليف المستهدفة وحساب فجوة التكاليف. طبعا هيكون عندنا من البيانات ده هي هنطبق فيها المعادلات اللي فاتت، اللي هي الخطوة نمرة واحد اللي حسبنا بيها الأرباح المستهدفة، الخطوة نمرة اتنين زي المسألة اللي فاتت اللي حسبنا بيها التكلفة المستهدفة للوحدة الواحدة، الخطوة نمرة 3 لما حسبنا إجمالي التكاليف المستهدفة للوحدات كلها، الخطوة نمرة 4 لو التكلفة الفعلية اللي هي معطاة في المسألة بال240,000 أعلى من التكلفة المستهدفة اللي أنت هتحسبها يبقى فيه فجوة يطلق عليها فجوة التكاليف، نمرة 5 هنحسب نسبة التخفيض. يبقى لو نطبق نفس البيانات دهيت على المعادلات في المثال السابق هتقدر تحل المسألة وتحسب التكاليف المستهدفة وتحسب فجوة التكاليف. حاول تحلها التكاليف المستهدفة لما تحلها توصل معاك لرقم 216,000 جنيه، هي التكاليف المستهدفة. أما فجوة التكاليف يعني الاختلاف بين التكاليف المستهدفة والتكاليف الفعلية اللي هو حاصل طرح التكلفة الفعلية المعطاة في المسألة ب 240,000 ناقص التكاليف المستهدفة اللي انت هتحسبها واللي مفروض بعد ما تحسبها صح تطلع ب 216,000، اطرح الرقمين من بعض 240,000 ناقص 216,000 تظهر ان فجوة التكاليف قيمتها 24,000 جنيه، يعني احنا عاوزين نخفض التكلفة الفعلية بتاعتنا ب 24,000 جنيه حتى تصل الى رقم التكلفة المستهدفة اللي هو هتحسبه ب 216,000 جنيه. شكرا.